عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهاردة خبر طريف كده وكوميدي، وخليك دايما فاكر ان هنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديدة، فلا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله. احمد فهمي طبعا كان عيد ميلاده امبارح، وبعدين جات له تورتة عليها الصورة، بس مش عليها صورته هو، عليها صورة احمد فهمي المغني. فطبعا يلا بينا نسمع هو قال ايه وعمل ايه كمان بالسكينة في التورتة، يلا بينا نشوف. طب فهمي وفهمي ماشي، الناس بتتلخبط ما بيننا ماشي برضه، لكن تورتة عيد ميلادي تجيلي عليها صورتك؟ ده مش لذيذ يا مان خالص، مش لذيذ والله. وبعدين ايه حضراتكم شفتوا قد ايه الفيديو كان دمه خفيف؟ وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص خلاص النهارده، ونشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.